طيب اول واحد بيقول لي ايه؟ if x equal 1 3 5 y equal 2 4 then m of x times y. هو بيدي لي x 1 و 3 5، احنا قلنا انه x times y. غلب عايزين نحل مع بعض يعني. اوكي ماشي ماشي، طب قولي انه x times y، احنا قلنا اوكي دي هتبقى equal 6 equal 6، لان طبعا عندنا دلوقتي صح؟ ال x فيها 3 طبعا دي بتحل زي في الامتحان، هتكتبي question 1 خلاص وتقعدي تحلي تحتها براحتك. هو ال x اصلا مدالي 1 و 3 و 5، الواي ال ان اوف واي مدالي لا الواي مدالي 2 4. طالما هو قال لي موضوع ان ده موضوع ان، يبقى انا معتمد على العدد بس، يعني عايز ان اكس تايمز واي، نشوف الاكس عندها كام واحد 3 والواي عندها 2 يبقى 3 تايمز 2 6. مظبوط، يبقى ده اوبشن نمبر بي 6. اللي بعديها نمبر 2 بيقول لك ذا بوينت 3 اند نيجاتيف 4 لايز فين؟ احنا لو مسكنا الكوادرنت تبقى equal force صح؟ فورس فعلا، ما هرسمهم بسرعه كده، بس نحط هنا 1 وهنا نيجاتيف 1 وهنا 1 وهنا نيجاتيف 1 وراح دماغي. هي جايه الاكس بالبوستيف اهي والواي بالنيجاتيف، ده في كوادرنت الفورس، لان اهو 1 ونيجاتيف 1 هتبقى زي 3 ونيجاتيف 4 يعني. تمام؟ يبقى عندنا هي في الفورس. اللي هي الاوبشن دي. ماشي. طيب نخش على نمبر 3. 3 بيقول لي ايه؟ اكس 2 4 و6 اف فانكشن فروم ار تو ار سيبك من اكس تو ار والكلام ده كله، انا يهمني الفانكشن اسمها ايه؟ اف اوف اكس ايكوال 2 اكس بلس 1. هو بيقول لي ان السيت اكس بكام؟ ب 2 4 و6، يعني عاوز نعوض عن الاكس من الاخر بالارقام دي. يعني نعوض عن الاكس مره ب 2، نعوض عنها مره ب 4، نعوض عنها مره ب 6، ادي معنى الاكس اللي هو بيقول. بس الاجابات اللي هتطلع هتبقى هي الرينج اصلا، دي هتطلع 5، دي هتطلع 9، دي هتطلع 13، بس اللي طلعوا دول كده هم دول الرينج بس. هو بيسالك فين ذا رينج صح؟ يبقى 5 و9 و13 سهله، اللي هم نمبر كام؟ اللي هم اوبشن ايه؟ اسئله حلوه الاسئله دي يعني. 9 و13. طيب فهمت حته الرينج دي ولا صعبه؟ فهمتها. بس تعويض يعني، هو مدين سيت اكس ده عشان اعوض بيه. طيب اف اوف اكس ايكوال 5، ده سؤال مشهور، كلها اسئله في الامتحانات دي على فكره. طيب هو عايز ايه؟ اف اوف 5 بلس اف اوف 5. طب اف اوف 5 هتبقى اجابتها ايه؟ اف اوف 5 يعني شيل الاكس وحطه 5. طب هو انا عندي اكس اصلا؟ لا خلاص يبقى 5. تبقى ايكوال 5. طب اف اوف نيجاتيف 5 اجابتها ايه؟ 5 برضه. 5 برضه، اصل شيل الاكس واحط نيجاتيف 5 وانا اصلا ما عنديش اكس، يبقى 5 برضه. طب هو عاوزهم الاثنين بلس بعض ولا ماينس بعض؟ عايزهم بلس، عايز يعمل دول يبقى ايكوال 10 بس. صح؟ مظبوط، ولو عايزهم ماينس بعض يبقى ايكوال 0 بس. ولو قال لك اف اوف اي حاجه هي 5 برضه، دي بيسموها كونستنت فانكشن. تمام؟ يبقى دي اوبشن نمبر سي. تمام. طيب ثاني على بس الصور اللي احنا عاملينها. ولو قابلنا الاسلوب هنشرحه يعني، مفيش حاجه عبيطه كده. بس نخلص الاجابه بس الاول. طيب اهو دي مساله بتيجي في الامتحانات برضه اهو. ده اكيد ان شاء الله هيجي من الحاجات دي، لان طبعا مسائل امتحانات ومسائل شبه. هو بيقول لي 4 اكس بار 2 ماينس 12 ار، دي بعملها فاكتورايز يعني. وساعات بيداني كمان ايه؟ بيداني كده بلس 9 واي بار 2، بيقول لي ايكوال الناحيه الثانيه 12 اكس 1. ساعات بيجيبها لي كده. لو جابها لي كده اقوم انا ناقل انا الايه؟ ناقل دي بأوبوزيت ساين جوه. يبقى 4 اكس بار 2 ننقلها في النص، نيجاتيف 12 اكس واي بلس 9 واي بار 2 ايكوال 0. لازم اخليها ايكوال 0 طالما فيها اكس بار 2 واكس من غير بار. نعمل فاكتورايز.
ال 4 هتتعمل 2x و2x. طب وال 9y بار 2 عاملها 3y تايم 3y. طيب طالما الاخير ده بوزيتيف يبقى هما الاثنين زي النص، يعني نيجاتيف نيجاتيف. فيها مشكله كده؟ لا تمام. عملتها في الكرايز يعني، 4 عملتها 2 تايمز 2 x بار 2 x تايمز x. ال 9 عملتها 3 تايمز 3 والواي بار 2 y تايمز y. طيب المفروض بقى يا البراكت ده ايكوال 0 ولا ايكوال 0؟ يعني 2 x ماينس 3 y ايكوال 0. طب ما تودي دي الناحيه دي يبقى 2 x ايكوال 3 y. ما لازم اخلي الاكس هو بيقولوا ان في طريقة بتتعمل بالكالكوليتر، الايه؟ في طريقة بتتعمل بالكالكوليتر ما انا ممكن اعملها بنوت 5 3 على الكالكوليتر عادي. بس عشان ده يعني. طب بتتعمل ازاي؟ بكتب نوت 5 3. بصي كده معاك الكالكوليتر دلوقتي سماها 91 ولا كام؟ معايا كالكوليتر دلوقتي. طيب تو سي مود 5 3 مود وبعدين 5 وبعدين 3. طب لحظة، انت ممكن تقول لي الاسم بتاع المود؟ يعني مود تيبل، مود ادوس تيبل. لا ما تدوسيش تيبل، اسمه ايكويجن. اي كيو ان كده هتلاقي مكتوب عندك كده. بصي ايكويجن. بصي انت هتدوسي كلمه مود، هتدوسي زرار المود مود. هيظهر لك شويه حاجات، هتلاقي 5 كده جنبها ايكويجن اي كيو ان. دوسي 5. ايوه. نمبر كام بقى؟ 3. ودوسي نمبر 3 هيظهر لك المنظر ده. تي ظهر لي. صح؟ تي سي صح كده؟ اكتب الارقام دي 4 نيجاتيف 12 4 ايكوال. تدوسي ايكوال عشان يقلك على اللي بعده. نيجاتيف 12 ايكوال هينقلك على اللي بعده صح كده؟ وبعدين 9 ايكوال. بعد كده ادوس ايكوال. وبعدين ايكوال. قال لي كده اكس 1 بكام؟ طلع لي 3 اوفر 2. تمام تلاقي اكس بس كده 3 اوفر 2. مش مكتوب اكس 1 صح؟ اكس اكس ايكوال 3 اوفر 2. تمام. ايكوال. بصي بقى يا ستي بتقولي انت عامله ازاي؟ بتقولي انت عاملاها ازاي بالكالكوليتر؟ دي معناها ايه بقى؟ معناها ايه؟ ان انا لو فتحت في براكتس كده اهو، هو اصلا عشان في اكس بار 2 واي بار 2 هيبقى فينا اكس وواي واكس وواي. ده مبدئيا إيه كده. طب هي طالعه كام؟ 3 اوفر 2 صح؟ معايا؟ نعكس ال 3 دي ونطلع ماينس 3 هنا، وال 2 دي نحطها قبل الاكس. اللي عملناه هنا نعمله هنا، يعني نعكس ال 3 اللي فوق دي نخليها ماينس. لا لحظه مش فاهمه. ايه؟ او نبداها من تحت لفوق. من تحت لفوق يعني ايه؟ يعني تاخدي ال 2 تحطيها قبل الاكس. تمام؟ ال 2 اللي تحت ده شايفاه؟ حطيها قبل الاكس. ودي 3 دي تعتبر بص 3 خليها انت ماينس 3. فعلا؟ واللي اتعمل هنا يتعمل هنا. بس ايكوال زي. في الاخر تقومي قايله له ايه؟ شايف الاجابه اللي كانت طالعه دي؟ تمام؟ او تقولي له 2 اكس ماينس 3 واي دي ايكوال زيرو. ودي دي الناحيه دي خلي بالك، يبقى 2 اكس ايكوال بوزيتيف 3 واي. في مشكله كده؟ لا تمام. هو عايز اكس اوفر واي ولا واي اوفر اكس؟ عايز عايز ايه؟ بينعكس يعني اكس اوفر واي. اكس اوفر واي يبقى 3 اوفر 2. يعني الاكس بتاخد الرقم بتاع الواي والواي بياخد الرقم بتاع الاكس. سهلة؟ طب ليه بنعكس؟ عشان لو انا عملت كروس مالتيبليكيشن ترجع تاني نفس المعلومه دي. اكس تايمز 2 تو اكس 3 تايمز واي ب 3 واي. يبقى هيبقى اوبشن نمبر كام؟ نمبر سي. مفهومه ولا اقولها تاني؟ ما تمام. طيب هنا اللي بعديها
ماشي. طيب بيقول لي ايه؟ ايه اوفر بي ايكوال 2 اوفر 3؟ نمبر 6 بيقول لي ايه اوفر بي ايكوال 2 اوفر 3؟ وايه اوفر سي ايكوال 3 اوفر 5؟ ايه المطلوب بقى؟ A to B to C. A to B to C. طب احنا مبدئيا بنشوف مين اللي بيتكرر. في المسائل زي دي بنشوف مين اللي بيتكرر. يعني انا ملاحظ ان الـA هي اللي بتتكرر صح؟ نقوم حاطين الـA في النص. نقوم حاطين الـA في النص. طيب اوكي، ونقوم كاتبين هنا اهو الـB من هنا مثلا والـC من هنا. طيب انت بتقول لي A2 B2 3، ممكن كاتبين تحت ال A2 وتحت ال B3. المعلومه الثانيه A2 C، ما A على C يعني A2 C كام؟ 3 to 5. في مشكله كده؟ لا تمام كده في السطر الثاني دي حته سنه 6 يعني. نعمل كلوز حرف ان، نضرب ده في ده 9، نطلع نضرب ده في ده 6، ننزل نضرب ده في ده 10. تايمز يعني 3 تايم 3 9، 3 تايمز 2 6، 2 تايمز 5 10. سهل ولا صعب؟ هو مش في طريقة تانية في طريقة تانية بقى ان احنا بتكلم مثلا كده، في طريقة تانية بتأديب بتاعت سنة 6، في طريقة تانية أولى سنة ورايا. بس أنت فهمت دي؟ هو عايز A2 B2 C، رتبيهم بقى. A2 B2 C، الـ A بكام؟ 6، الـ B بكام؟ 9، الـ C بكام؟ تمام؟ يبقى 6 to 9 to 10 اللي هي نمبر بي. طب الطريقه الثانيه بقى اللي هي بتاعت ثالثه اعدادي اللي هي ايه بقى؟ A over B ده another solution of 2 over 3. تقوم انت قايله الـ A بـ 2m والـ B بـ 3m. اوكي؟ طيب المعلومه الثانيه A over C equal 3 to 5. تقومي قايلة إن الـ A تمام؟ الـ A بـ 3K والـ C بـ 5K. الـ C بـ 5K. طيب هو عايز A to B to C. أو ممكن إحنا نعمل حركة تانية، ممكن نعمل حركة تانية. إن إحنا كنا ثانية أقول لك على حركة تانية، آسف قبل ما تدخلي نفسك في موضوع الام والكي والكلام ده. الايه هي اللي بتتكرر، حاولي توحدي الايهات خالص. يعني ازاي؟ يعني الايه دي ب2 والايه هنا ب3 صح؟ طب لو انا عملت هنا تايم 3 ونعمل هنا تايم 3 وخلاص، عشان بس تبقى الايه، تبقى الايه ب6، ونعمل هنا تايمز 2 يبقى نعمل هنا تايمز 2 عشان بس اضمن ان ايه، ان الايه تبقى 6 في الحالتين كده هتبقى اسهل. يبقى ايه 2 بي هتبقى 6 اوفر 9. طيب وهنا A2C هتبقى 6 اوفر ايه؟ اوفر 10. خلاص انا كده فهمت ان A2B و2C، ال A كده كده ب6، ال B ب9، ال C ب10. سهلة ولا صعبة؟ تمام تمام، خليت بس ال A موحدة وخلاص، كده أسهل يعني. بدل ما دخل نفسنا في حوارات M و K والكلام دوت، وهتوي منك المسألة. كده أسهل، ده أنذر سولوشن يعني. انا مش عايز اعمل موضوع حرف ان ده، مع ان حرف ان ده اسهل يعني. طيب إيه، تعال نشوف مثلا حاجه تانية. بتاعت الريليشن دي طبعا مساله جميله جدا. إيه هو المفروض بتيجي دايما. دي اساسيه طبعا في اي امتحان، اساسيه في اي امتحان. هو قال لي طبعا الاكس ايه اديها لي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و0 و1 و2. اهم حاجه عندي الريليشن بتقول ايه؟ اديتيف انفرس. الريليشن بتقول اديتيف انفرس. ادي اللي هي كلمه مين دي اهم حاجه. عشان افكرك بس بحاجه، ان الاديتيف انفرس بنعكس الساين. يعني مثلا لو انا لو انا عندي 2 مثلا عايز اجيب لها اديتيف انفرس، خليه كده حتى اديتيف انفرس نغير الساين. طب لو عايز اجيب لها مالتيبليكيتيف انفرس، عشان لو جابها لي سؤال تاني
طب المالتيبليكاتيف انفرس. اه ما انا بقول لك اهو ايوه مالتيبليكاتيف انفرس بيشقلبها، يعني هي 2 اوفر 1 شقلبها خلاها 1 اوفر 2 معايا؟ يبقى المالتيبليكاتيف اه بيشقلبها، هي اصلا 2 دي كان اوفر 1 شقلبها خلاها 1 اوفر 2 ملوش دعوه بالساين. الاديتيف انفرس غير الساين ملوش دعوه بالشقلبه ما شقلبهاش تمام؟ اه اوكي طيب هو طالب مني دلوقتي الريليشن على انها اديتيف انفرس خلاص؟ يبقى هناخد الار ناخدهم واحد واحد يعني عدى عليهم واحد واحد. نيجاتيف 2 هيتاخد مع مين؟ مع 2. نيجاتيف 1 هيتاخد مع مين؟ مع 1 صح؟ اه الزيرو مع نفسه. وخد بالك الزيرو ملوش مالتبليكيتيف انفرس. له اديتيف عادي بس ملوش مالتبليكيتيف لان الزيرو لما تشقلبيه هيبقى 1 على 0. فما ينفعش. طب نعرف نجرب واحدة مبليكيتيف، يعني نجرب نعملها مرة اديتيف مرة مبليكيتيف عشان بنساها. ماشي 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 ده 1 ونيجاتيف 1 نو 2 ونيجاتيف 2 ما احنا بنعدي عليهم واحد واحد خلاص. عايزه تعملي بقى الايه الارو دايجرام، بتعملي سيت واحده اكس كده وتكتبي الاليمنتس دول تاني ورا بعضهم كده نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 زي سيركل كده وتعملوا زي مسامير هنا بالتفصيل. طيب هو النيجاتيف 2 راح ب 2 بعد شويه ال 2 راح للنيجاتيف 2 صح؟ اهو طيب النيجاتيف 1 رايح لل 1 بعد شويه ال 1 راح للنيجاتيف 1 طب الزيرو راح لنفسه اه نعمله ايه؟ بيلف حوالين نفسه كده سهل الاورو دياجرام ولا صعب؟ تمام. طيب هيسالك از ار ا فانكشن اور نوت؟ ايوه فانكشن لان كل اليمنت بص النيجاتيف 2 خرج ال 2 بس مش هتلاقي نيجاتيف 2 تاني مخرجه حاجه تانيه يعني اقول له فانكشن بيكوز اقول لك اند واي اقول له بيكوز ايتش اليمنت ان اكس يعني كل واحد من دول اكس هاز اونلي وان ايمج وان ايمج ان اكس بقى لو في اكس وواي هقول له هاز اونلي وان ايمج ان واي بس ده لو صعب الو سهلة سهلة. ايه لو جابها لك بقى اديتيف انفرس مالتيبليكيتيف انفرس هيكون جايبها لك ازاي؟ هيكون جايب لك الحاجه والشقلوب بتاعها ازاي؟ يعني هيكون قايل لك الاكس بكام؟ الاكس مثلا يقول لي مثلا ايه 2 3 1 او 0 مثلا 1 1 اوفر 3 1 اوفر 2 ده بقى لو قال لي مالتيبليكيتيف انفرس مالتيبليكيتيف انفرس هو انا قايله بسيطه اهو الار في الحاله دي بتبقى ايه؟ التو هتبقى مع الار لان التو اصلا كانت 2 اوفر 1 فانا لو شقلبتها تبقى 1 اوفر 2 طب الثري هتبقى مع مين؟ ها؟ الثري هتبقى مع مين؟ 1 over 3 الزيرو بقى ملوش لان الزيرو هتشقلبيه مش هينفع مش هقلبه هو الزيرو اصلا 0 اوفر 1 مش هقلبه يبقى 1 اوفر 0 يعني مش هيسمى 1 اوفر 0 مش هيسمى 1 اوفر 0 معلش مش معايا ما ينفعش اعمل اي نمبر ديفايد 0 اصلا هيديني ايرور عشان كده الزيرو ملوش وبالتالي دي مش هتبقى فانكشن ال1 طب ال1 هيبقى 1 مع مين؟ تعرفت دي؟ مع مين؟ مع وان برضو؟ مع 1 برضه بس ال1 هو اصلا 1 اوفر 1 اساسا فبرضه لما شقلبه هيبقى 1 اوفر 1 هيروح فين؟ برضه يعني 1 برضه ال1 اوفر 3 انا واخدهم واحد واحد بقى هتحسي في اللي هي سيت واحده دي بيكرروا نفسهم بس بالشقلب يعني 2 اند هاف هتلاقي بعد شويه هاف اند 2 3 اند 1 اوفر 3 هتلاقي بعد شويه 1 اوفر 3 اند 3 الهاف هتبقى هاف مع 2 فدي لما اجي اعمل لها الارو دايجرام
او ال 2 وادي ال 3 وادي ال 0 وادي ال 1 اوفر وادي ال 1 وادي ال 1 اوفر 3 وادي ال 1 اوفر 2. هتلاقي بقى هتلاقي ال 2 رايحه للهاف والهاف رايح لل 2، ال 3 رايحه ال 1 اوفر 3 ال 1 اوفر 3 رايح لدي، ال 1 رايح لنفسه اهو، ولكن ال 0 ما خرجش ولا سهم صح؟ ال 0 اهو ما خرجش ولا سهم، يبقى دي نوت فانكشن. ليه بقى؟ اقول له بيكوز 0 has no image، ملوش image. او عايز تقولي has no arrow، مفيش مشكله، ما طلعش منه ارو اصلا. انت معلش معايا؟ معاك. بس يعني عشان لو جمالك ما قدرتش تلبس ده انت فاهم التفاصيل كده. طيب تعالي نشوف كده اللي بعدها. مديني فانكشن يعني مديني ريليشن ويقول لي انها فانكشن عادي يعني. احنا قلنا الريليشن بقى كانت ايه؟ الفانكشن كانت ريليشن، وبعدين لما لقوا كل اليمنت خارج منه سهم واحد فسموها فانكشن. فهو عامل كده بيقول لي اف ذا فانكشن، اف اللي هي دي اصلا كانت ريليشن كده اساسا، كانت ريليشن بس لما لقوا الزيرو مخرج للفور بس، يعني مفيش زيرو وحاجه ثانيه، مفيش مثلا زيرو تو مثلا، فقال لي دي هتبقى فانكشن. كمالي؟ ما طالما الزيرو مخرج للفور بس مش مخرج لحاجه ثانيه خلاص. طيب فهي قال لك 0 4 1 و 3، ال 1 مخرج ال 3 بس، او ال 1 الايمج بتاعته 3، ال دي 2 اند 2 دي 3 اند 1. هتلاحظ انت حاجه، لو انت عملت ارو دياجرام هو سماها فانكشن طبعا عشان كل واحد مخرج سهم واحد. لو انت حتى عملت ارو دياجرام بسيط يا سهل قوي، ده اكس وده واي، معروف ان دايما ده اكس وده واي، يعني بتوع الاكس من الاخر كانوا 0 و1 اللي هم الاولانيين خالص و2 و3 معايا؟ اه بتوع الواي اللي دخل لهم اسود اللي هم الفور ثاني واحد يعني و3 و2 وال1. ففعلا الزيرو راح للفور، ال1 راح للثري، ال2 راح للتو، الثري راح لل1. فبقى هو دلوقتي لو جه قال لي بيقول لي رايت ايتش اوف دومين رينج اوف ذا فانكشن، ده الدومين وده الكو دومين. طب ايه هو الرينج؟ الناس اللي دخلهم اسهم اللي هم برضو دول، اللي هم برضو دول، يعني الدومين هو 0 1 و 2 3، الدومين هو بتاع الاكس. طب الكو دومين، الكو دومين هو الواي، يعني اللي هم الفور والثري والتو والون. طب الرينج، الرينج هو الايمجز، الايمجز اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي دخلوهم اسهم برضه، اللي هو برضه فور وثري وتو ون. معلش معايا؟ معاك. بس رايت ذا رول اوف ذا فانكشن، رايت ذا رول اوف ذا فانكشن. طيب احنا لو لاحظنا حاجه، الرول بتاع الفانكشن بقى نضطر نجيبها زي السلوب كده. زي السلوب ازاي؟ هو لو انت ملاحظ حاجه، الزيرو راح لفور، الوان راح للثري، التو راح لتو، لو انا حاولت اعملها عملت كل 2 بوينتس ماينس بعض بس كده. يعني لو انا لاحظت الاسلوب بيعمل ايه؟ هو الاسلوب عامه نعرفه بقى من بره، الاسلوب بياخد 2 بوينتس زي دول وبيعمل y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1. يعني بمعنى صح، بيعمل ال y ماينس بعضها يعني 4 ماينس 3 اوفر 0 ماينس 1. تمام؟ 4 ماينس 3 اوفر 0 ماينس 1. تمام؟ تمام. ال لو لاحظنا حاجه دلوقتي اديني عايز اجيبها لك بطريقه اسهل، نيجاتيف ده الاسلوب ماشي. طيب المفروض ده اللي يكون موجود جنب اكس وفي واي انترسبت، بس مش عايز ادخلك في قصه واي انترسبت والكلام ده. بص انا هجيب الاسلوب، هجيب الاسلوب ازاي؟
عشان اجيب الرول. هعمل التاني ماينس التاني يعني 4 ماينس 3 اوفر الاولاني ماينس الاولاني، يعني كده بتعمل لي الروايات ماينس بعضها اوفر الاكسات ماينس بعضها، هيقوم طالع لك الاجابه نيجاتيف 1. طيب فبتبقى الريليشن بتاعتي ايه؟ الريليشن بتبقى واي، واي اللي هي بيسموه اف اوف اكس، واي ايكوال نيجاتيف اكس، وبنكتب ان هو النمبر اللي جاي مع الزيرو، النمبر اللي جاي مع الزيرو اللي هو مين؟ اللي هو فوق من الاخر. ودي هناخدها في ال هناخدها في الريليشنز، هناخدها في الريليشنز بتاعت الايه؟ بتاعت ال بتاع الفانكشن. هناخدها في الريليشن اللي هو الدرس الاخير. ده اكوجن اوف لاين. ماشي؟ طيب فبتبقى من الاخر ايه؟ واي ايكوال نيجاتيف اكس بلس 1. لو جيتي حتى تعوضي فيها، بصي حط الاكس بزيرو كده هتبقى نيجاتيف في زيرو بزيرو بلس 4 تديك 4. طب حطي الاكس ب 1 هتبقى نيجاتيف 1 بلس 4 تديك 3. حط الاكس ب 2 هيبقى نيجاتيف 2 بلس 4 تديك 2. تمام؟ بس ما بيجيش كتير موضوع فاهم ده ريليشن دي لانها مرتبطه شويه بالايه؟ بالجوينت. طيب ما تيجي بس الساعة 12 يعني مفكرين عشان أقول له بس الواد اللي هو بتاع إيطاليا ده أقول له إن أنا أتأخر شوية. هم عندهم فرق التوقيت عننا ساعة. لو جينا بصينا دي بتاعت الفانكشن ده العادية. الفانكشن العادية جايب لي ايه؟ جايب لي اف اوف اكس ايكوال 3 ماينس 2 اكس ماينس اكس بار 2. بس ده ولد شاطر جدا يعني مواعيده الثانية، بس هم يعني مش حاجة. طيب تعالي بقى دلوقتي طبعا هيجيب لي هو الانترفال بتاعتي ايه؟ من نيجاتيف 4 ل 2. هبتدي انا اعوض بقى من اول نيجاتيف 4. في ناس بيجيبها بالكالكليتور بيدوس نوت 7 والكلام ده، بس انا بفضل نعملها كده خلاص مش معايا يعني. ده منه برضه عملت ستيبس هتبتدي تشيل كل اكس وتعوض عنها بايه؟ بنيجاتيف 4 3 ماينس 2 نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 4 بار 2. طيب ترجع تعوضي بنيجاتيف 3 وهكذا بقى. لما تيجي الانترفال من نيجاتيف 4 لحد 2 انت معايا ولا مش معايا؟ معاك. بس بالتالي ما فيهاش حاجه دي سهله المساله دي. شيل اكس بس ونقعد عليه. بقيت الارقام تنزل. لان احنا اتفقنا اف في حاجه هنشيل اكس ونحط الدلع الحاجه دي. بس ماينس 2 بار 2 وهنطلع الانسر دي كلها بقى. دي اول واحده هتطلع لي بكام؟ ثانيه واحده. يعني نيجاتيف 5. تاني واحده دي هتطلع ماينس بتاع زيرو. تالت واحدة دي هتطلع 3. دي بعد او مبدئيا خدي بالك طالما دي نيجاتيف اكس بار 2 الفانكشن هتطلع مقلوبه كده، يعني هتطلع الكيرف داون وورد، وبناء عليه دي هتبقى ماكسيمم فاليو مبدئيا يعني. هو اللي بيقول لي ماكسيمم اور مينيمم. طيب دي هتطلع لي 5 ماينس هتطلع 4. شكلها من اول هنا بقى يبتدوا يكرروا. ده هتطلع 3 طالما عرفنا كده. بص الفور ودي اتكررت، اعرف ان البعيد دول اتكررت. ده زيرو ده نيجاتيف 5. فين بقى الفيرتكس؟ الفيرتكس اللي هم بيتكرروا حوالي تمام؟ طيب
ايه اللي بيتكرر حواليها بقى دول؟ يبقى الفيرتكس بتاعتي هتبقى نيجاتيف 1 عند فوق من الاخر، يعني من قبل ما ارسم اقدر اعرف الفيرتكس. الفيرتكس هتبقى نيجاتيف 1 عند فوق. طيب الاولاني ده اللي هو اسمه اكس وده اسمه واي، فاكره؟ الاكس ده بيسموه اكسس اوف سيمتري. طلب منك اكسس اوف سيمتري قولي له اكس ايكوال نيجاتيف 1. طب لو طلب منك الماكسيمم بوينت او الماكسيمم فاليو تقولي له واي ايكوال. يعني لو انت جبت الفيرتكس الاولاني هو اكسس اوف سيمتري والثاني هو الماكسيمم فاليو، ممكن تعملي تيبل وممكن ما تعمليش، مش شرط يعني، وتبتدي ترسمي بقى. تالي الجراف ما فيهوش حاجه، ادي 0 1 2 3 4 وهنا 1 2 اول بوينت عندنا ايه؟ نيجاتيف 4 مع نيجاتيف 5، نيجاتيف 4 هنزل مع نيجاتيف 5. تاني بوينت نيجاتيف 3 مع 0 يعني مكانها. تالت بوينت نيجاتيف 2 مع 3 اهي. اللي بعديها نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 2 هتطلع منها 3. نيجاتيف 1 مع 4 اهي، دي الفيرتكس اهي. الفانكشن بتاعتي تقلب بقى من بعدها. 0 مع 3 اهي. 1 مع 0 اهي، 2 مع نيجاتيف 5 اهي. بص لها بقى كده، بص طلعت البارابولا عامله ازاي. سهله الرسم ولا صعبه؟ سهله. طب سهله موضوع الفيرتكس والاكسس والسيمتري والكلام ده؟ تمام ها؟ تمام ما فيهاش حاجه خالص. جينا بصينا على ايه؟ اللي بعدها بيقول لي ايه؟ if x, y, و z و l are proportional. طبعا proportional يبقى انا لازم اعمل ايه بقى؟ انت بتقول لي x, y, z, l. وقال لي بربر ما قالش يكون تاني، يبقى هقول له اكس اوفر واي ايكوال زد اوفر ايه، يبقى بروبورشنال اكس اوفر واي هيبقى ايكوال زد اوفر ايه، يبقى هم قايلوا جنبها هنا ايكوال ايه، الزد بتبقى ال ال. طيب واقول له اكس بتبقى واي، في مشكله كده؟ لا تمام، نبتدي نعوض بروف ذات، نشتغل في الليفت هاند سايد. ليفت هاند سايد يقول لي اكس بار 2، اكس بار 2 يعني واي بار 2 ام بار 2 بلس 2 زد بار 2 يعني ال بار 2 ام بار 2. ننزل تحت واي بار 2 ملهاش، الواي ملهاش هنا، 2 ام بار 2 ملهاش. طيب نبتدي ناخد ايه؟ ناخد ام بار 2 كومن من فوق، هتفضل لي ايه؟ واي بار 2 بلس 2 ال بار 2 صح؟ ما هي لما تشيل تاخد كومن بتشطب من هنا وهنا. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك طيب في مشكلة يعني في الكلام ده ولا سهل؟ تمام كويس. بس ده يتكنسل مع ده تطلع الإجابة ام بار 2، ده الليفت هاند سايد. طب نشتغل في الرايت هاند سايد كده. الرايت هاند سايد هيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس زد، اكس زد الاكس عندنا باي ام، زد ب ال ام اوف واي ال، الواي ملهاش والال ملهاش. طب هلاحظ هنا حاجه، اصلا الواي هتتكنسل مع الواي والال هتتكنسل مع الال. اتفضل ام تايمز ال ام بار، بس اقوم اقول له في الاخر يبقى ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد وخلصت. تعالى نشوف اللي بعدها كده، بيقول لي ايه؟
اف ايه بار 2 المعلومه هو مداري بقى بلس بي بار 2 اوفر بي بار 2 ايكوال بي بار 2 بلس سي بار 2 اوفر سي بار 2 ماشي. ايه بقى المطلوب؟ بيقول لي then prove that P is middle proportional between A and Z. انا مبدئيا اي مساله يديني فيها فراكشن ايكوال فراكشن من غير ما افكر اعمل كروس مالتيبيكيشن على طول. معايا؟ طالما ما يقوليش بروف ولا حاجه جدا نعمل كروس. طيب خد بالك البي بار 2 لو اتعملت تايمز هنا هتديني ايه؟ خد بالك ان البي بار 2 هتتعمل تايمز بي بار 2 بلس سي بار 2 ايكوال السي بار 2 هتتعمل تايمز الاي باور 2 بلس بي بار 2. طيب دي طبعا هتخش تايمز ده وده فهتديني بي بار 4 بي بار 2 سي بار 2 دي هتخش تايمز ده وتايمز ده فهتديني ممكن نقول بقى سي بار 2 اي بار 2 بلس ايه بقى؟ بلس بي بار 2 سي بار 2. طيب طالما نفس الترم ده متكرر هنا وهنا انا ممكن اشطب اللي هو بي بار 2 سي بار 2 ده. يعني المساله صفت على ايه؟ ان بي باور 4 ايكوال سي باور 2 اي باور 2. في مشكله حتى كده؟ لا تمام. طيب دي بي باور 4 اكيد انا ممكن اخد سكوير روت يعني. ممكن اخد سكوير روت. واقول بروف ان بي ميدل بروبورشنال. لا هي مش هتبقى بي، هي هتبقى بي باور 2. هتبقى بي باور 2. انا لو عملت دي يعني المفروض بس ممكن تكون بس غلطه مطبعيه يعني. المفروض بي بار 2 هي اللي بدت بروبورشن من او سي. ليه؟ لان انا لو خدت سكوير روت هنا وسكوير روت هنا ايه اللي هيحصل؟ السكوير روت طبعا بيبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. فالسكوير روت هيشيل دي هيخليها لي بي بار 2 ماشي؟ ايكوال ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سي اي او اي سي. لا هي دلوقتي البي بار 2 ايكوال سكوير روت بوستيف نيجاتيف اي سي. لو انا رجعت خدت بقى خلينا بقى من غير بوستيف ولا نيجاتيف المفروض يقول ان هم ار ايه بوستيف نمبرز. طيب لو خدنا هنا روت فعلا الاحظ ان البي ايكوال روت اي سي. طالما البي طلعت ايكوال روت اي سي كده يبقى البي ميدل بروبورشنال بين اي اند سي. يعني شرط الميدل بروبورشنال ان البي تطلع روت للاثنين اللي حواليه. يبقى كده معنى كده ان البي ميدل بروبورشنال بين او سي او او بي سي ار بروبورشنال. معايا ولا مش معايا؟ يعني تمام. شرط انك تثبتي ان حاجه ميدل بروبورشنال ان الحاجه دي تساوي الروت بتاع التايمز بتاع دول. ممكن تبقى تبص برنامج في جميع الحالات على فكره. مش مشكلة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. ماشي. بس هو أسئلة قوية بصراحة. ماشي. يعني بس كويس عشان تخليكوا إيه؟ شاطرين يعني. طيب. لو جينا بصينا على اللي بعديها. هنا هو بيقول لي ايه؟ Find the number which is added to is added to each of the column. معلش شوفي لي كده على الجروب انا صورت دي، صورت الصفحه دي ولا لا؟ طيب كويس. هو مديني بيقول لي Find the number which if added or is added to each of the following numbers then they are they become proportional. طب فين هما النمبرز بتوعي؟ النمبرز اسمهم 5 7 21 و 27. طيب لو انا اضفت نمبر دول يصبحوا proportional.
مش عارف مين هو النمبر، هنسميه اكس مثلا. طب يبقوا بروبورشنال ازاي؟ يعني ده اوفر ده يكبر ده اوفر ده. كل ما عليا بقى نعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. طبعا هتبقى طويله جدا طبعا، عشان انا هعمل بقى ايه؟ 5 بلس اكس تايمز 27 بلس اكس ايكوال 7 بلس اكس. هتقعد بقى تفك فيها ازاي بقى؟ ال 5 هيتعمل تايمز لو ده. تاني ما تجيبهاش دي بتبقى عادي، ما تقسم بقى ده. تطلع 115 تطلع 135 وال 5 تايمز دي 5 اكس. ترجع الاكس بتعمل تايمز ده تايمز ده، فهتديني 27 اكس وهتديني اكس بار 2 ايكوال ال 7 هتتعمل تايمز ده وده، يبقى هيديني 814 وهنا 7 اكس. الاكس هتتعمل تايمز ده وده هتديني 21 اكس واكس بار 2. مبدئيا كده لما باش الاقي حاجه موجوده هنا وهنا في نفس الوقت انا ممكن اشتغل. يعني يعني في اكس بار 2 دي ممكن اشيلها مع اكس بار 2، مفيش حاجه تانيه شكل التاني. خلاص نجمع بقى اللايك تيرمز. اللايك تيرمز يعني نشوف اكسات دول يجمعوا، يبقى دي 135 بلس 32 اكس، هنا 148 بلس 7 بلس 21 هيدينا 28 اكس. طب نجيب الاكسات مع بعض والنمبرز مع بعض، يبقى 32x minus 28x equal 148 minus 155 دي هتطلع 13 ودي هتطلع 4. طب ما نودي ال 4 بالديفايد يبقى الاكس بكام؟ 13 over 4. معايا؟ يعني هي طويله بس بس سهله يا باشا. هي سهله ولا صعبه؟ تمام. طبعا هو النمبر هو الاكس ده اللي انا طلعته يعني. هو الامتحان الصبح؟ ايه؟ الامتحان بكره الصبح؟ لا يوم الاثنين. يوم الاثنين؟ طيب ماشي، اقعد انت بقى ذاكريه بكره بقى، ذاكر الحاجات دي بكره كويس. اه بيقول لي اف اي اوفر بي ماينس اي ايكوال سي اوفر بي ماينس سي. اي اوفر بي ماينس اي ايكوال سي اوفر بي ماينس سي. طيب انا هعمل برضو كروس مالتيبليكيشن، طالما بيديني المعلومه دي كروس عربي، طالما بيقول لي بروف ان هم بروبورشنال تبتدي بروبورشنال الكلام ده كده كده اصلا هنعمل كروس. الاي هيتعمل تايمز الدي ماينس سي، السي هيتعمل تايمز الدي ماينس سي اهو. الاي هيخش تايمز ده وده يبقى يديني اي دي ماينس اي سي، السي هيتعمل تايمز ده وده هيديني سي دي ماينس سي اي. طب اصلا اي سي سي اي ممكن اعملها اي سي حتى، قلنا لما نلاقي حاجه هنا موجوده هنا وهنا في نفس الوقت نشيلها خالص بنفس الساين وكل حاجه، يبقى كده انا عندي اي دي ايكوال سي دي. طب انا لاحظ حاجه وعايز يثبت ان هم بروبورشن، هو شرط البروبورشن يعني ايه؟ لما اقول اي اوفر بي بنعكس، يبقى سي اوفر بي. اي اوفر بي مش هقول بقى دي اوفر سي، لا اي اوفر بي ايكوال سي اوفر بي. طب مش ده شرط البروبورشن اصلا؟ اقول له ذير فور اي بي وسي دي بروبورشن. بس سهل ولا صعب؟ سهلة صعبة؟ سهلة سهلة. طيب تعالى على المسألة الأخيرة بقى اللي هي بيعمل فيها تعديلات، دي سهلة أوي مفيهاش حاجة يعني. هو عامل لي كده أهو A over 2
بي اوفر 3 سي اوفر 2 ايكوال A minus B plus 5C 2A minus لا داخل نفس الحالة على ايه دي مسألة طبعا مشهورة يعني دي إن شاء الله أكيد هتيجي يعني ممكن احتمال كبير جدا تيجي لأن هو بيديني هنا تعديلات بقى جنبها يعني بيقول لي إيه 2a minus b plus 5c كويس over 3x. طب انا بشوف ايه اللي اتعمل هنا واعمله هنا. يعني هو هنا عمل ايه؟ 2a. طب انا عامل هنا multiply 2 عشان تبقى 2a فلازم اعملها multiply 2. طيب minus b يعني حط ال b minus يبقى لازم احط ال b minus. 5c يعني عامل ال c times 5 صح ولا لا؟ نعمل هنا times 5. في مشكلة كده؟ سهلة؟ سهل. بس هو ما يقول بقى في الآخر نحلها له احنا تحت بقى يبقى 2a و 2 times 2a minus b طبعا هنا في بلس يعني بلس 5c over دي لو حسبتها انا بقى ايه 2 times 2 4 minus 3 plus 5 times 4 ب 20 المفروض الكلام ده ايكوال الناحية التانية دي اللي هي يعني انا جمعت دول مع بعض المفروض ايكوال ده. طيب لو انا جمعت اللي تحت دول شوية هيبقى 2a minus b plus 5c over دول هيدي 21 الثلاثة دول مع بعض ايكوال 2a minus b plus 5c over 3x. طب ما هو كده 3x ايكوال 21 اهو ما دي زي دي يبقى هقول له 3x equal 21 وادي 3 بالديفايد يبقى ال x equal 7 سهلة ولا صعبة؟ سارة يعني انا اشتغلت على 3 ريشيوز وخليتهم بشكل دي يعني من الاخر اي تحويلات هنا انا اعملها دي بقى برضه مسألة دي مسألة امتحانات يعني كل المسائل دي كانت جايه في امتحانات قبل كده طيب بس لازم بس يعني خشي لي على نفس اللينك تاني عشان ده هيوصل يعني نفس اللينك. اوكي خليك ماشي.